أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الموت نعمة من النعم، وقد لا يراها أصحاب المتوفى بهذه الصورة، فرب العباد برحمته على عباده سماها مصيبة الموت، مصيبة في فقد الأب، في فقد الأم، في فقد الزوج المحب، في فقد الزوجة الأم الرؤوم أو الأم الحنونة، في فقد الولد، في فقد البنت، كارثة كبيرة. نعم، لأن الإنسان يؤلمه ألم الفراق، ألم شديد، ولا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. حتى ردت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تبكي زوجها عند القبر، قال اصبر يا أمة الله واحتسبي، قالت لو أصبت بمثل ما أصبت به لصنعت مثل ما أصنع. فلما غادرها قالوا لا، أتعلمين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحقته وقالت أصبر يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقوي الموت شيء صعب، ولكن في مسألتين في الموت. الأجساد تتحلل، طيب لو لم تتحلل، لو أصبح كل قبر في الحياة قبرا لما وجد الأحياء في الأرض مستقرة. يعني لو أن سبحان الله كل إنسان يموت يكون كما هو يوم ما مات، بنفس حجمه ونفس مثلا 80 كيلوغرام 100 كيلوغرام أقل أكثر، بنفس هيئتي، لما وجدنا نحن كأحياء أو بقية الأحياء لا يجدون مكانا يعيشون به على سطح الأرض. لكن الأجساد تتحلل ولا يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب، وهو آخر الفقرة في العصص التي فيها الخريطة الجينية. المهم، فالموت أولا نعمة مزدوجة في أن الذي مات هذا يذكرني أنا بقدوم يومي. يعني ملك الموت قد يعني إنسان كان لا يصلي ولا يتقي الله، كان يعني لما بدأ يصلي ويأتي إلي في الدروس في المسجد قال أن ما الذي جعله يصلي؟ زوجته امرأة صالحة فتواظب على الصلوات، تستيقظ صلاة الفجر تحاول أن توقظه لا يقوم، وتأتمر بأمر الله في ليلة هزها لصلاة الفجر وجدها قد ماتت بجوار. فما الذي أيقظ قلبه؟ قال يعني ملك الموت كان على سريري وفي غرفتي اليوم، كان ممكن ياخذني انا، فاستقام على طريق الله. فرب العباد ياتي للمؤمن من باب رحمته سبحانه وتعالى بالحدث حتى يوقظه. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه اثار موتانا. يعني يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى إن الهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه أثر موتانا. فأتذكر أن هذا الموت الدور جاي علي أنا فأستعد. هذا هو الأمر الثاني. لنا أن نتخيل العكس، فرضنا جدلا أننا عمرنا والعياذ بالله كإبليس، يعني عندما يولد الإنسان ويكبر لا يموت ويظل إلى يوم القيامة، ما الذي يحدث؟ أو أعطينا أعمارا كعمر سيدنا نوح 1000 سنة ونيف، يعني مدة الخدمة 950 سنة، وقول كمان أعطيه 50 أو كده، يعني 1000 سنة على الأقل. طيب لو عاش الإنسان 1000 عام ونشأت أنا وجدت 10 من أجدادي وأعمامي وأخوالي وخالاتي وعماتي عندهم 1000 سنة، تخيل أنا أعيش في دار المسنين أو في دار العجزة مع هذا العدد الرهيب من الآباء، هو أبويا وأعمامي دول أبائي وأخوالي أبائي سبحان الله، يعني أعيش في خدمتهم وأنا أيضا أصلا يعني أريد من يخدمني. لك أن تتخيل أنا عايش في بيت في 4 أعمام أعمارهم وأب أعمارهم 1000 سنة، وأم كذلك عندها 1000 سنة، وخالات أو عمات نفس العمر، بالله عليكم كيف تسير الحياة؟ كيف تكون الحياة؟ فمن كرم الله أن يأتي وقت معين يرحل فيه هذا الإنسان ويفسح المجال لجيل جديد. فالموت قد يكون نعمة
نعمة التذكير. والقضية كلها أن الناس تنسى أن هذه الدنيا ممر ومعبر، يعني ممر لا مستقر ومعبر لا إدامة. لا، أما مسألة حتى بعض البلاد تسمي العمل الدوام، لا، الدوام لله، هذا وقت العمل مش وقت دوام. كلمة لفظ الدوام، إنما الدوام لله، الديمومية لله. أما في الحياة أنا لي عمر معين أرحل عنه، إذا أفسح المجال زي بالضبط السنوات الدراسية، اللي في الصف الثالث يروح الرابع، واللي في الصف الثاني يروح الثالث، يفسح المجال للتلميذ القادم وهكذا. فالموت يخلي لنا الأرض لبقية الأحياء، وهكذا تتوارث الأحياء هذه الأرض وتعمرها إلى أن يأتي يوم خلاص نفخ في الصور، نرجع إلى الله، نذهب إلى الحياة الحقيقية. فاللهم اجعلها جنة أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.